كنيسة المسيح المخلص في موسكو احتضنت مساء أمس الجمعة قداس عشية عيد الميلاد حسب تقويم الكنيسة الأرثوذكسية. قداس حضره جمع من المؤمنين الأرثوذكس بينهم رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أحياه كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا الذي دعا إلى ضرورة التحلي بالأمل لتخطي الصعاب. إننا سنصلي ونأمل في أن الله سوف يوجه كل واحد منا في طريق الحياة، وسوف نكون قادرين على التغلب على أي صعوبات وعلى الحزن والأزمات التي نعيشها اليوم. وفي مدينة نوفغرود الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا شمالي موسكو، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عشية عيد الميلاد في دير زفياتو يورييف إلى جانب عدد من مواطنيه. احتفالات عيد الميلاد حسب التقويم الأرثوذكسي متواصلة هذا السبت في روسيا تحت حراسة أمنية مشددة.